ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر. كابتن ناجي ببارك لك في الاول، طبعا حلم كبير جدا حققناه، وصلنا لنهايه كاس العالم. الحمد لله، ببارك لكل المصريين والعرب اللي هم يعني ابدوا سعاده غير طبيعيه زيهم زي المصريين. بنقول للناس كلها يعني متشكرين على الدعم، اتحاد الكوره، كل المسؤولين، الجهاز الفني والاداري واللاعبين، وان شاء الله باذن الله نكون استعدادنا كويس ويكون عندنا حلم ان احنا نحاول نعمل حاجه كويسه في كاس العالم. تكريم من بيتك النهارده. اكيد انا مبسوط جدا النهارده ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا دايما في النادي الاهلي، ما بعدش عن النادي الاهلي، لكن طبعا انا حاسس ان انا في بيتي وفي وسط عيلتي وفي وسط اخواتي، وبقول لهم متشكرين طبعا على التكريم السريع دوت، وده من شيء من النادي الاهلي يعني. ان شاء الله جمهور مصر كله مستني اداء كبير في كاس العالم، اكيد هيبقى في تحضيرات مهمه جدا لمنتخب مصر ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هنحضر تحضير كويس ان شاء الله، وقناه النادي الاهلي دايما بتبقى سباقه. حابب تقول ايه مستر كوبر؟ اقول له انا بحبك جدا، ويعني الشرف كبير ليا ان انا اكون بشتغل مع مدرب كبير بحجمك، وانا كمان الفتره اللي سنتين ونص اللي فاتوا يعني اسس حاجه اسمها العيله، عيله المنتخب، كلنا عيله، كلنا عمر ما حصلت مشكله واحده بينا، عمرنا ما اختلفنا في اي حاجه، لان هو حكيم وعبقري ومفيش، كل حاجه بيبقى بحكمه، وخبرته الكبيره طبعا مدرب كبير، وان شاء الله احنا بنقول له احنا هنكون معاك ووراك، ودايما سعداء ان احنا شغالين معاك. شكرا كابتن ناجي. شكرا جزيلا. شكرا ايضا معايا في هذه اللحظات.